اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فيديو النهارده من عالم الهزازي فرع اشبيلي، عندهم عروض تبدا من 5 ريال. اول حاجه عندك ترمس الشاي ده على 11 ريال نازل من 33 ريال، واللي بعده على 5 ريال، اه ده اللي ب 5 ريال. عندك برضو خلاط من جينو على 68 بدل 98، ركزوا معايا. وقطعت الخضار على 35 بدل 78 برضو، هنا دي قطعه تانية. الاحلى والاحلى شايفين التلات طواطي اللي قدامكم دول على 45، والجرانيت بتاعهم برضو حلو جدا على 49، معلش مش 45، 49. التلات طواط مع بعض على 49 بعد الخصم، ركزوا. برضو عندك هنا الجذور اللي هي الجرانيت هتتباع بالحبة على حسب المقاس، عندك 26 و24 و44 على حسب مقاس كل قدر لوحده. برضو عندك هنا الطواط دي مفرد غير الثلاثة اللي هم مع بعض، ده أكبر واحدة فيهم وأعلى سعر 24. عندك 24، عندك 32، عندك 14، في لحد 14 ريال. أيوة الطواط اللي عدت دول يا جماعة دول بالحبة بالوحدة، فهتلاقي أغلى واحدة فيهم على 24. المكوى على 27 بدل 46، عندك برضو ترابيزة المكوى على 57، وفي واحدة تانية اللي جنبها دي برضو بسعر تاني برضو مخفضة. عروض كتير ما شاء الله، هتلاقوا ترامس مختلفة، هتلاقوا غلايات هنا، ده طقم كده ترامس برضو عليه خصم هنشوفه دلوقتي. هنا برضو عندك تشكيلة حلوة كده عليها خصم 50%، يعني اللي ب20 تاخديه ب10، واللي ب24 هتاخديه ب12، يعني اسعارهم اصلا مش عالية. هنا 24 هتاخديه على 12 او 12 وكام هللة كده، ده 23 هتاخديه على 11.5 كده. يعني هنا عندك برضو غلاية مية على 47، هنا في قدر ضغط 10 لتر اللي هو الالومنيوم برضو مخفض. الخلاط عندك مخفض، ده طقم ترامس من السيف، اتنين مع بعض هتاخدي حبتين مع بعض. شايفين سعره كان 115، كان 115، حاليا مخفض، هجيب لكم برضو السعر ما تقلقوش. دي الوانه، ده سعره 68 من 115، وده 68 برضو من 115. عندك برضو المناديل ب10 من بعد 16 ريال، الشدة كده ب10. هنا برضو عندك في المنظفات في عروض حلوة، وحتى على الصابون برضو في عروض، ده 13 من 24، قدر الضغط ب95 من 170. خلي بالكو يعني بعد لكم الحاجة اكتر من مرة، ربما اكون مشيت على الحاجة كده بسرعة. عندك برضو هنا الصابون اللي هو العشرة كيلو ب29 من 46، 29، هنا ب29 من 43، حبة واحدة بس لكل عميل. في صواني جديدة كده، صواني تقديم حلوة، عارفين حلوة دي في الحديقة او فحد اللي عنده حديقة كده في بيته، او يعني اللي عنده استراحة، يعني تلائم الجو اكتر من جوه البيت، لانها خشبي كده من برة. في يدات كمان لو تلاحظوا اليد اللي هو الحبل ده، في مستطيلة وفي منها دائرية على 23، نسيت اقول لكم السعر. هنا الواحدة على 11 ريال، وعايز اقول لك انا خدت منها حلوة قوي قوي، متينة كده تمسكيها متينة، يعني مش رقيقة خالص، على 11.5 عليهم عرض، مجموعة حلوة كده من صواني التقديم، يعني دي على 11.5. خدي بالك اليد ستيل، هنا الاثنين على 23، والحبة في حبة لوحدها تاخديها على 11.5، يعني في منهم الواحدة لوحدها على 11.5، وفي طقم على بعضه على 23، هنا برضو على 11.5. جودتهم حلوة. دول كده اتنين مع بعض، دي لوحدها ودي لوحدها، وحلوة قوي جودتها، تقيلة في ايدك كده وجميلة. هنا في برضو تخفيضات على الترامس، بس ما شفت سعرها. خدي بالك من عند الصواني، من اول ما انا واقفة هنا
لحد الاخر خالص، اخر الصف اللي في النص، الرف اللي في النص عليه تخفيض 40%. يعني اي سعر هتشوفيه هتقسميه، هتعملي حسابك عليه على انه في خصم 40%. مش عارفة انا نعست ولا ايه، حاسة اني فاصلة كده وانا بتكلم. اعملي خصم عليه 40%، يعني كان ب175 لا هيتخصم لك منه 40% من سعره. اكيد فيها صواني حلوة يعني، ما كانتش كلها كمان. طبعا ده طقم تلات قطع، دي حلوة قوي قوي عجبتني، وكمان حلوة تقيلة في ايدك وحلوة. شفتوا انا ما تعجبنيش الا الحاجة الغالية، كانت ب216، تعملي عليها خصم 40% وشوفي سعرها هيطلع معاكي كام. خدوا الصواني التقيلة، الصواني التقيلة هي اللي مش بتصدي، اما الصواني الخفيفة هي اللي بتصدي من اي مية تجيها. الطوات دي اللي هي المفرد اللي كنت مصورها في الاول، اغلى واحدة فيهم على 24 ريال، واقل واحدة فيهم على 14 ريال. هنا ده طقم ب86 من 115، عندهم حاجات حلوة بصراحة طبعا، بس باسعارها مش داخلة العرض، بس يعني لفت نظري بس التصميم والالوان وكده. برضو دي حلوة، دي تيفال بس يعني تقيلة وحلوة، جودتها حلوة. دي كزرولات، دي اللي تحت دي ب86. عندهم برضو قوالب الكيك، ربما واحدة تكون بتدور على حاجة ومش لاقيها في مكان فتلاقيها عندهم، ده ب75. يعني عشاق الكيك دول بيبقوا يعني حاطين حاجة في دماغهم كده، يعني عايزة قالب معين بجد والله، لان انا يعني كان بيحصل معايا كده، انا عايزه حاجه معينه بتبقى تدور عليها في كل مكان تروحه فما تلاقيهاش، ربما ان هي تلاقي حاجه هنا تعجبها. يعني في تشكيله مختلفه عن الاماكن اللي انا بروحها. ده عليه تخفيض، انتوا واخدين بالكم ده بكام؟ ده ب15 ريال، ده مخفض يا جماعه، جودته حلو وتقيل، والناس اللي هتروح هناك ان شاء الله يعني هتعرف ان هو فعلا جودته حلوة وتقيل. ممكن تقلي فيه بيض، ممكن تعملي فيه بانكيك، يعني ممكن برضو هتستعملي استعمالات مختلفة. هنا تخفيضات برضو على 21، الحاجات بس اللي انا بمسكها، لان ممكن اللوحة تبقى محطوطة عند حاجة وتفكري ان هي اللي مخفضة. انا بسأل العامل الاول، لان انا نفسي ممكن اتلخبط وافتكر ان ده اللي مخفض وتطلع حاجة تانية، ممكن يبقى قوالب كيك تانية غير اللي محطوطة، فالحاجة اللي انا ماسكاها بس هي اللي عليها التخفيض. برضو عندك هنا الممسحة، دي عليها خصم، مش عارفة جبتلكوا سعرها ولا ايه، بس هي عليها خصم عندهم، سعرها حلو يعني. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكوا على